نبارطاجي، ما بارطاجي دابا. دابا باش ندخلوا الناس معانا. كيفاش غنبارطاجي القضية؟ خليت انا ما غنسب، عرفت انا ما انا غنسب كنفهمش في هذا الشيء والله، ما عمري ما عرفت كيفاش نبارطاجي ولا غبي شي لايف ولا تاغيني معاك. المهم بارطاجي معانا كله، ديري حبيبي. ما دخلش عندي فين؟ فيسبوك. الفيسبوك ديري انا ديريني. كتبيها ناصر، انا بارطاجيت معاك اخويا. كتبيها واسي حبيبي، كتبيها كتبيها راه غادي تطلع لك. واخا بلاتي تنعاود على هاد الكونيكسيون ديال المهضره، غادي نوري شات التليفون ونوري مهرب. ناصر صعبه ديال اللايف ناصر. الخدمه الثانيه دوك غتعصب. داتنا حمد الله هذا عاد شو الزور خلعت شينا كانوا كيقولوا ناعسين كل شيء يقول الله معاك فيقتينا. ديريني عندك ندير بارطاجي. السلام عليكم صديقاتي اصدقائي، مرحبا بكم معايا في اللايف. اللايف اليوم خاص بذوي الاحتياجات الخاصه، نتمنى تبارطاجيو معايا. بغينا نهضروا شويه على هذه الفئه المهمشه في المجتمع ديالنا اللي ما واخداش حقها. نفسي الصوت عندك خرج من تليفونك كلثوم. يلا وصلت العطشة عندها كتفيلمي. يلا وصلت العطشة كتفيلمي. بارطاجيو معنا الخوت الله يجازيكم بخير. معايا جوج الحالات اليوم اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يعني إعاقة مختلفة. يعني لا شتيهم ما تقولش معاقين، ولكن كيعانيو حتى هما من هاد المشكل هذا. واللي بغى يدخل معانا مرحبا والف مرحبا، تحياتي واهلا وسهلا. شكرا خويا سعيد كريم منور، الله ينورك خويا فرح، مرحبا بك. الله ينورك عادي، الله يبارك فيك. هذا الاخ ديالي حتى هو دخل معنا. كاين تدخل من الاخ محمد هوريا، مرحبا بك خويا. ناصر تجي حدايا باش بغيتي تدخل. حبيبه انت كذلك مرحبا. بارطاجيو الخوت الله يجازيكم بخير باش الميساج يوصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيدايرك بخير؟ موضوع اليوم اللي هو خاص بذوي الاحتياجات الخاصة. الاحتياجات الخاصة، أنا كنعيش في أوروبا، معايا مسمحي لي على اللغه لاني جيت صغير ماشي مشكل. الناس هادو علاش الدوله ما تعطيهمش حقهم؟ الدوله خاصها هي اللي تتكلف بهم. نعم السيد، نعم السيد. الدوله هي اللي كتكلف بهاد الناس، كما هنا في اوروبا كيتكلفوا بهم، كيعطوهم الدواء فابور، يديروا لا فيزيت فابور، وكيعطوهم الصالير ديالهم ديال الشهر، وكيعطوهم دار يعني فابور، ولا بغى ياخذ سياره كيخلص 70%. علاش حنا في المغرب ما كاينش هادشي؟ علاش؟ نعم اخويا. اذا حنا كنعيشوا في بلاد ديال الظلم، يعني هاد الناس خاصهم يكونوا هما الاولين تعالج لهم الدوله المشاكل ديالهم، هما الاولين، لان هاد الناس ما يقدروش يخدموا، ما يقدروا يديروا حتى حاجه مساكن، خاص الدوله تكلف بهم.
ماشي يعني الدولة واجب عليها تكلف بهاد الناس هادو، لأن هاد الناس مساكن كلها، وكاين اللي كتلقاه ما كيمشيش، كاين اللي كتلقاه عما، كاين بزاف الحوايج. الناس معاقين، حنا اللي معاقين اللي ما كندافعوش عليهم. بصح اخويا الثمن الأبسط حنا ما كناخذوهاش، اللي هي الوجيهات. اللي كيقول هاد الناس معاقين راه هو المعاق، لان انت لا عطاك الله سبحانه وتعالى عينيك ورجليك وكل شيء باش كتمشي تخلق الله بحالك، ماشي معاق، الله خلقه بحالك. المعاق هو اللي كيعير هاد الناس، واللي ما كيدافعش لهاد الناس وما كيعطيو. والدوله هي المسؤوله الاولى على هاد الناس. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى كل شيء ينزل نهار 26 الشارع باش نطلبوا بالحقوق ديالنا ان شاء الله. شكرا بزاف. ماشي اسمح لي اخذ الكلمه اخرى، ماشي كاع الدول خرجوا كيقربوا بالحقوق ديالهم، الا حنا ماشي حنا ما زوج درنا وقفات ودرنا احتجاجات، ولكن بدون جدوى، ما كاينش يعني كما كنقولوا خاصتي الشعب كلشي خرج. انت راه يعني ما لان حنا كلشي الشعب، كلشي الشعب الحقوق ديالهم مهضومه، كلشي الشعب الحقوق ديالهم مهضومه. ماشي حنا حاكمين لنا عشفار، الاحزاب كلهم خوانه، كلهم كيسرقوا اموال ديال الشعب. هادشي ما خصناش نبقاو ساكتين عليه. الناس كاع خرجت، وهاد الشعب المغربي مدلول ما بغاش يخرج يهضر على الحقوق ديالو. حشومه كاع الدول ولاو كيضحكوا علينا حنايا. صح. تحياتي لاختي والسلام عليكم. شكرا شكرا للتدخل ديالك اخويا، والله يجازيك بخير. نتمنى الصوت ديالك يوصل. شكرا. نحاولوا ناخذوا الكلمه ديال الاخ ناصر الجراري، واحد من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي حتى هو كيعاني في صمت. بغى يقول الكلمه ديالو. تفضل الاخ ناصر الجراري اللي هو شاعر وزجال. من يتواجدون في هذه الصفحه المتواضعه لاخت وصديق كوثر العالمي، هي بالنسبه اخت قبل ان تكون صديقه. أشكر على هذه البديرة، على هذا البث المباشر والبث الحي، لنفجر ما يعاني المعاق بالنسبة للمغرب في كل مجالات الحقوق. أولا اللي غنشير ليه، اللي هو غنشير ليه، اللي كنشير ليه بأخص وقت، التعليم أولا، الصحة في شتى المجالات، في العموميه، في اداره، في الولوجيات، في الحافله، في اي لائحه طويله. ومن ولكن والمسؤولين يدبروا في هذا الشان، واصيا المجتمع المدني اولا، والوزاره هي اولا عفوا، والثاني المجتمع المدني. ولا اذن صغيره ما كاينش اللي كيتكلم على هذا الموضوع. والمشكله هذا الموضوع راكم كتعرفوه بالمغرب، او الى اخره، راكم تتشوفوا المشكل اللي كاين، اللي كاين دابا دوله الاحتياجات الخاصه في الرباط. يعني الدوله دبرت السبقه ارزا، هي الحافلات النقل العمومي، انهم كيضطروا انهم يخلصوا ولا يديهم للكوميساريه. وحنا راه زعما بلد الاسلام، بلد كتشوف الدول الغرب تتشبه الدول الغرب، يعني كيهتموا هاد البيئه، يعني ما تيخلوكش انك تحس، تيخليوك يعني ما كيخلوكش تحس بديك بمعاناه ديالك، بالنقص ديالك، ولا من دول تحتاج. اللي حنا في الدوله الاسلاميه مع الاسف هادشي زعما كيحرج بزاف، كيحرج هاد الفئه المساواه. ندخلوا معايا الاخ ديالي بغى يدخل حتى هو. مرحبا. كنتمنى تكون واحد اذن صغيره من يهم هذا الامر، يشوفوا بعين الرحمه، ما يشوفوش من هما كمسؤولين، يشوفوا بعين الرحمه، يشوفوا انهم هما مسلمين وعندهم عتيق مراه، قدموا القسام قدام الله. راه ما يمكنش غنحاسبك انا، ما تحاسبكش الدوله، ما يحاسبكش الملك، انك كون على يقين راه غيحاسبك واحد الله سبحانه وتعالى. من يحاسب راه ما تقولش غادي نموت غيحطوني في القبر راه صافي انتهى العمل ديالي، لا، راه كيتسناك واحد العقاب القبر. الله ينجيكم من ويجينا ويجيكم من عذاب القبر، لعلكم تصحى الضمائر.
نائمة، أنا ما نقولش حية، الضمائر النائمة من أجل قضية المعاق ودوية احتجاجات خاصة في المغرب على شتى المجال، لا المجتمع المدني ولا الوزارة، والله يجزيكم بخير. شوفوا بعين الرحمة، شوفونا بعين الرحمة، حنا كنستنجو، أنا بركة ولكن الفئة اللي جاية ورايا، أنا البركة راه عندي 51 عام في عمر ديالي، ما شنو كنتسنى ما تبقى القبر إلا ما تبقى القبر إلا نقول العمر، ما تبقى في العمر. نتمنى وكنشكر زميلتي وصديقتي وأختي كوثر على هذا البث المباشر، لأن توصل رسالة ماشي غير ليا العمل، علاش ما كيعطيناش فرص باش نعمل الرسالة. وواحد القضية عاوتاني اللي غادي واحد القضية اللي غادي نشير لها، حنا في مدينة الدار البيضاء، راكم في عينكم عندنا ودادية المغرب المعاق، دابا ما بقاش اسم ديالها ودادية، ولات جروب شي حاجة، جبتش جمعيات كل التضامن مع ذوي الاحتياجات الخاصة. شكرا أخي كريم، تحية لكم جميعا، الذهبي شكرا جزيلا لك، وصراحة واخا نقول في حقك بزاف ديال الامور ما غنوفي لكش حقك، لانك انا ما كرهتش الناس كامله تكون بحالك، لانه انسان شنقول لك ما عرفتش عجز لساني على التعبير، وقفتي معايا وقفه رجوليه ودعمتيني مع انك ما كتعرفنيش، ما كتعرف عليا حتى شي حاجه، وبحكم ان عرفتيني من ذوي الاحتياجات الخاصه وقفتي معايا وساندتيني، باش يعني واخا العمل ديالك كما كتقول انت بسيط، ولكن بالنسبه لي انا عمل كبير، لانه دعمتيني في لاشين ديالي باش نوصل لواحد المستوى اللي هو كبير بزاف. الله يرحم لك الوالدين، والله يكثر من تارك خويا كريم، وماكرهتش تدخل دير معايا واحد التدخل، لان صراحه عندك ما تقول. ندوزو عند الاخت ما عرفتش غادي عادي شد شي بلاصه من القاده، لان ما عندكش الريزو. ليس هناك من معاق الا معاق العقل، ولكن يكفي فقط توفير مبدا تكافؤ الفرص. يا ريت اخويا، يا ريت حنا ما كرهناش يعطيونا واحد غير نسبه في المئه اللي هي قليله، غير باش نعاونوا غير راسنا، يعني غير في الصحه، في التعليم، في العمل، يعني ما تنطلبوش شي حاجه اللي كثيره، بغينا غير شي حاجه اللي قليله، اللي نحسوا براسنا حنا راه بحالنا بحال الناس اللي هما طبيعيين. يعني فين ما مشيتي لف سبيطارات، لف دي سوسيتي اللي بغيتي تخدم فيهم، شحال ما كيعطيوكش فرصه، ما كيعطيوكش حتى، ما كيعطيوكش مساعده، ما تعطيوكش حتى كلمه طيبه، ما كيعطيوكش، يعني كيخوف بواحد النظره اللي هي هو الاخ اللي دخل معانا. السلام عليكم عادل، حتى هو من ذوي الاحتياجات الخاصه. عادل لاباس عليكم، كديرين بخير؟ لاباس عليك، كلشي على خير، حاله طيبه، امور مزيانه، الحمد لله، الله يبارك فيك، الله يطول عمرك. الله يبارك صراحه هذا الموقف هذا وهذه البادره الطيبه، الحمد لله زعما تدمي القلب، والله الا تدمي القلب، زعما فرحان بزاف على هذا الشيء اللي كديروه. زعما ملي كيلقى الانسان واحد الالتفات لواحد الفئه اللي كاينه اللي هي مع الناس فعلا وتتعاطفوا معنا وتساعدونا، ولكن الناس يدهم الامور اللي خاصهم يتاخذوا بزمام الامور ويخاصهم يعطيوا لهذه الفئه الحقوق ديالهم، مع كامل الاسف كنشوفوهم ما كيديروا حتى شي حاجه من الاصلاح تاع البيئه هذه، مع كامل الاسف. نعم كيتمنوا فعلا هنا بعض المرات بين قوسين، بعض المرات كتلقى موظفين ولا مستخدمين الشركات ديال النقل اللي كيتعاملوا مع بعض المعاقين بواحد المعامله اللي زعما ما فيها لا انسانيه لا حس انساني لا والو،
المباشر يهضر مع الانسان معاقب يقول له انا ماشي شغلي انا هادي انا دا. يعني ما تيقدمش الانسانيه بحكم ان الشركه ديالو ما عرفتش انا كيفاش هاد الناس اللي شادين المسؤوليه كيوقعوا مع الشركات التحملات مع صاحب الجلاله. هاد الفئه ديال المعاقين صاحب الجلاله ديما تيهضر في اي خطاب ديال صاحب الجلاله تيعطي الحق لهاد الفئه هادي في المجتمع ديالنا، ولكن هاد الناس اللي شادين المسؤوليه لا سواء العامل ولا سواء الناس اللي كيوقعوا معاهده ولا اللي كيكونوا مع الشركات ديال النقل ولا الشركات ما كيديروش بحساب الناس ديال المعاقين. ما فهمتش الشركه اللي كتهضر معاها ولا اي مستخدم كتهضر معاه تقول لك هادشي ما عندناش حنا في الشركه ديالنا. واش ما فهمتش انا علاش واش غير عندنا هادشي في المغرب؟ واش كاين شي حيز كاين شي تمييز كاين شي عنصريه كاين شي حاجه عندنا في المغرب؟ بعدا في الرباط بعدا تنعاني وصلوا الرباط كنعاني والناس المعاقين ما كاينش مسائل كاع الناس اللي ما هاد الكلمه ديال المعاق انا كتجيني ما عندها حتى شي معنى. انا بالنسبه ليا كتجيني ما عرفتش كنحس بها بان كلمه عنصريه بيان سور مع كامل الاسف من المجتمع ديالنا بحال هكا. والحمد لله الحمد لله ما نشوفوش عيب بصوره سوداء. كاين الحمد لله بعض المواطنين كاين بعض الناس اللي كيتعاطفوا وكنشكروهم شكر جزيل على التعاطف ديالهم لان فعلا كنلقاو المساعده كنلقاو ولاد الناس كنلقاو الحمد لله عندنا المغاربه باقيين مغاربه اللي القلوب ديالهم طيبه وكيشوفوا بقلبهم قبل ما يشوفوا بعينيهم الحمد لله. وزعما صاحب الجلاله كان دائما الفئه ديال المعاقين كيعطيهم الاهتمام كيعطيهم ودائما باقي الان باقي كيعطيهم الاهتمام، ولكن هاد الناس مسؤولين علاش ما عاطينش الاهتمام كما المجتمع ديالنا كما المواطنين ديالنا كما الاحباب ديالنا والاهل ديالنا القراب. هادشي اللي بغيت نقول وسمحوا لي انا عندي بزاف ما نقول وخانوني الكلمات. عادي الا كان ممكن تعطيك على المعاناه اللي كتعيشها في النقل باش توصل الخدمه ديالك كل صباح. انا بالنسبه للخدمه ديالي انا في الصباح تنفيق مع 4 الصباح باش يلاه نوصل للخدمه. انا كنبدا مع 7 الصباح الخدمه تصوروا معايا من 4 الصباح كنفيق وانايا المهم نعاودش لك هنا طلع هنايا وعاد ما عاد طوبيسات دابا ولات شركه ديال الطوبيسات سيرتو هاد الشركه الانزا قال لك اسيدي ممنوع ما كاينش ما يعقلوش عليك ما يعقلش عليك من هنا لهي. واحد المره زعما غنعاود لكم واحد القصه اللي حضرت ليها. واحد السيده طلعت بنيه ديالها ما بغيتش نقول كلمه معاقه ولكن انا هاد الكلمه هادي كما قلت لكم كتجيني ناقصه احتياجات خاصه واحد الانسان عندها واحد البنيه ما كتهضر ما كتكلم تصوروا حتى الريوق ديالها تيهبطوا كذا وتكرفص بالنسبه لهذيك السيده خلط ولا تهبط وقف الطوبيس وواحد الحاله ما نعاودش لك واستدعوا فيها الامن. وهذه ما يعني بحال هذه المعامله هذه كتشوفها تدمي القلب تدمي القلب فعلا تدمي القلب مع كامل الاسف. ملي كنشوف شركات كبار شركات عالميين بحال هكا وموقعين معاهدات اولا كونترات اولا التزامات مع الناس المسؤولين عندنا في البلاد كيفاش غادي التحملات ما تطرقوش لهذه المساله ديال الناس ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم الحق في النقل الحضاري المجاني؟ ديما صاحب الجلاله كان كيشير لهاد الامور هادي وكان ديما صاحب الجلاله الله ينصرو لينا تيقول بان هاد الناس هادو خاصنا نعطيوهم الحقوق ديالهم. مع كامل الاسف ما كاينش ما كيطبقوش عاد ديزورد باش يتنفذوا. قبل ما نهضروا على التطبيق اخت كوثر ما كايناش شي حاجه اللي غتطبق اصلا. غنقولوا ما طبقاتش غنقلبوا على غنتابعوا هاد الناس علاش ما طبقاتش ولكن ما كايناش هاد الحاجه. ربما هو عصيان الامر ديال صاحب الجلاله اوامر ديال صاحب الجلاله. واش هادوك الناس كيعصاو الاوامر ديالو؟ ما فهمتش. ماشي هو عيا ما يهضر وعيا ما يناشد وعيا ما يقول لهم اللي بغا. انا بالنسبه ليا
انا كنعتبر هذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس درك من ولكن نعم عاد قلت لك انا كنعتبر هاد المسائل هادي اللي كيديروا هاد الناس بمثابه عصيان ديال الاوامر ديال صاحب الجلاله، لان فعلا كما قلت يا خوت كوثر شحال قدو غير حدي مع هاد البشر. وعينا بالريكلام وعينا 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 والحمد لله حتى الناس ديال الامن ملي كان تعرضوا لهاد الاضطهادات وهاد البلبانه هذه ملي كنمشيو الحمد لله الناس ديال الامن تينصرونا فعلا. الناس ديال الامن الحمد لله مؤخرا الناس ديال الامن تقول صراحه مهمه جدا صراحة الله كينصرونا ما كنلقاوش معاهم مشاكل، ولكن هاد الناس ديال هاد الشركات اللي كيحرضوا المستخدمين ديالهم باش يحاربونا بهذه الطريقه هذه راه حشومه عليهم حشومه مع كامل الاسف. اما بالنسبه للخدمه كما قلتي الاخت كوثر ما عرفتش واش ما عندناش حق في الخدمه في هاد البلاد، واش الصالير ديالنا ما كاينش صالير اللي غادي راكي عارف الانسان داول الناس داول الاحتياجات الخاصه تيكونوا محتاجين بزاف ديال الحوايج ما كيعطيوهمش. هما اولى من واحد سوي بالخدمه داول الاحتياجات الخاصه هما اولى عندهم علاجات الاولويه في السبيطارات لا ما كاينش ما كاين مسائل بزاف زعما بصراحه. انا دابا عندي واحد الصديق ديالي في كندا ملي كيبقى يعاود ليا مي فريمون كنحس براسي ما بغيتش نقول هذه الكلمه ما بحال عايش ماشي انسان مع كامل الاسف مع كامل الاسف تنحس. كان عندي اصدقاء ديالي في فرنسا في كندا في سميتو ملي تيبداو يعاودوا ليا كيفاش عايشين الناس ذوي الاحتياجات الخاصه بون عيل الناس العاديين كيفاش عايشين كنقارنوا راسنا تنلقاو راسنا دون مستوى دون ما نقدروش نقارنوا راسنا معاهم مع كامل الاسف. اسمحوا لي طولت عليكم في الهضره لان عندي بزاف ما نقول. انا فرحت ملي درتوا هذا الديريكت هذا وفرحت بزاف قلت اوموا كاينه واحد الفرصه فين نقدر نهضر. مازال عندي الهضره بزاف ولكن غنعطي الفرصه للناس وحدين اخرين يهضروا فهمتيني خويا قلبي طايح جيتوني في واحد الوقيته اللي تصوروا دابا انا عندي العين ديالي دابا عندي مشكل فيها وما كاينش بزاف ليا دابا تصوروا انا مشيت باش ندوز على عينيا في السبيطار واحد الجمعيه ديال محاربه العامه في الرباط عطاوني رونديفو ديال اموا ايماجين انا في لو 1 اكتوبر عطاوني حتى لو 4 نوفمبر يعني سير تاع ما عاد اجي عندنا واي فين وصل بينا لحد لهذا فين حتى لين غنبقاو بحال هكا حتى لين ها هادشي راه كنعاني والله السياسيون ياك عاد هادشي عطاوك رونديفو ديال اموا في اسوسياسيون يلي عطاتك رونديفو ديال ام فما بالك الاطار ديال المخزن اللي تعطوك 6 شهور و 4 شهور و 8 شهور وعام على واحد على واحد الكليشي. انا عندي واحد الصديق ديالي كانت عنده حبوبه في ودنو عطاوه رونديفو على عام باش يجي باش يدير الراديو باش يدير سميتو حتى كان وصلت للموت وعاد ربي سبحانه وتعالى باقي العمر في الدنيا مي فريمون ولكن الحمد لله كنشوفوا دابا باش نقول لك الحمد لله على كنشوفوا تانايا وتنقولوا الحمد لله على نعم الله ربي سبحانه وتعالى عطانا واحد العقل عطانا واحد الناس المواطنين اللي تحسوا بينا وكيتعاونوا معنا في بعض الاحيان صبروا راسنا نعم. هي قلت لك هذه هي الكلمه اللي كنصبروا بها راسنا ربي كيقول لك اذا احب عبدا ابتلاه يعني هادشي حنا ماشي كنصبروا راسنا حنايا هذه كلمه ديال الحمد ربي سبحانه وتعالى وصانا بها فهمتيني الحمد لله سبحانه وتعالى ربي ما غيخيبناش فهمتيني ربي ما غيخيبناش وان شاء الله بجهد الله انا من هذا المنبر هذا وناجي كناجي صاحب الجلاله يهتف لهذه الفئه هذه كما كانت في واحد البيريود كانت صاحب الجلاله ملتفت لهذه الفئه هذه
وكانت عندها واحد القيمه، كانت كوميم واحد شويه كانت عندنا واحد القيمه، وكانت عندنا واحد شويه ديال الاهتمام على الاقل. في واحد البيريود كنا كتلقاي طرونفور، كتلقاي بعض السيطارات كتقول لك يعطوك الاولويه وكذا. دابا بصراحه كنلقى الاولويه غير في المقاطعه نكذب عليك، مقاطعه اللي في بعض المرات كنلقى بعض الناس كي فعلا كاينين بعض المقاطعات، كاينين بعض الادارات سيرتو اداره ديال الامن والمقاطعه تمشي الحمد لله كيعطوني الاولويه، تعطوني الاسبقيه. وبليس كاينين المواطنين اللي كيتعاونوا معنا الحمد لله، اللهم لك الحمد. كاين شي حاجه اللي زوينه بعدا الحمد لله، هذا كنقول لكم الحمد لله. هذه بنيتي حتى هي يا مريضه، بغات حتى هي تدخل معكم في الفرصه. دور نشوف حبيبتي لاباس تحسك الخيبه. طولت عليكم، جيتوا في واحد البريود ديال طايب طايب من مزيان. يلا نخلي لوحدين اخرين عاوتاني، نخلي الكلمه لوحدين اخرين. الله يخطك عاد، شكرا. ان شاء الله ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى ينصر هذه الفئه هذه، وان شاء الله نوصلوا لشي على الاقل. واخا بون ما نقدرش نقول ما غنوصلوش الناس ديال برا. شكرا عادي، الله يخطيك. شكرا أو مريم، باي 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 باي. يا هذا الاخ ديالي كان معنا دابا، هو من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني تقريبا نفس المعاناه نفس المشاكل، غير هو ما تهزش على رجليه، واخا الالام واخا هذه سميتو، حيت عنده اسره خاصو يربيها وخاصو يصرف عليها، بقى يعني واقف على رجليه. انا ما قدرتش صراحه، يعني الالم طغى عليا، داكشي علاش درت عمليات وجلست على الكرسي المتحرك. ندخلوا معنا الاخ هشام، حتى هو بغى يدير تدخل. نتمنى من الله يوصل هذا الميساج وهذا اللايف، الناس مسؤولين غير يرحمونا غير شويه، يرحمونا غير شويه. تم الرفض من الاخ هشام، نشوفوا شكون اللي بغى يدخل. ونتمنوا تبارطاجيو معنا، ما غتخسروا حتى شي حاجه باش يوصل اللايف ديالنا لاكبر عدد ممكن. نستناو الاخ اللي غيدخل معنا دابا. شي مشكل حتى هو في الكونيكسيون ديالو، كتكون الكونيكسيون ثقيله. نشوفوا المتدخل اللي مورا. السلام عليكم. مريتش بالاسم الحقيقي ديالك؟ الاسم الحقيقي ديالي. نعم اخويا، نعم معاك. مالك مقلقة الاسم الحقيقي ديالي؟ مالك مقلقة حتى لهاد الدرجة كاملة؟ سكت فلوس ولا كتقلب المعاناة؟ غير قالت لي داك ميت. نعم اسيدي تفضل، مرحبا بك. اشمن الموضوع اللي راكي دايره؟ دايره شنو الموضوع؟ موضوع الاحتياجات الخاصة والحقوق ديالهم. عاودي واش قلتي؟ غنهبطوا السيد، ما عارفش الموضوع اخو، ما طلعش من. الله يجازيك بخير. نصادفوا الاخ كريم، اخ كريم الذهبي، صراحه اللي مناضل صراحه، الله يكثر من تالو. انا تنقولها ونعاودها، لانه توا عنده حرقه على البلاد وعلى بزاف ديال المسائل. صراحه كريم